فين البيرو؟ بورتو. بورتو حلوة. لا يا بورتو جميلة. المباني بتاعتهم بص، المباني بتاعتهم دايما ملونة وصغيرة كده. بلد جديدة ومدينة جديدة. احترم الإشارة بقى يا جماعة. احترام الإشارات أمر مهم في أوروبا. صباح الفل من لشبونة في البرتغال. بصراحة ما كنتش متخيل في اي حاجة ممكن اصورها من هنا غير لما لقيت ده. ده يا جماعة اوفيشال ستور للمنتخب بتاع البرتغال موجود في لشبونة. للمنتخب، نكرر تاني، للمنتخب. كابيتانو هو يعني مش شبهه قوي بس قشطة. بس بص بقى كل حاجة بقى، يعني كل حاجة تخص المنتخب، ودي من الحاجات النادرة ان احنا نلاقي ستور للمنتخب. استاذ رائف، اه يا جماعة من الحاجات الغريبة بس حلوة. حلوة قوي. يعني بص الكوفيات، الكور الاوفيشال دي بتاعت اليورو 2020، الديزاين بتاعها. وطبعا الراجل كان بيقول ان انت ممكن تطبع اي حاجة اسمك على اللي انت عايزه. ده الاوتوبيس، ساعات، مجرات، هما بيعملوا كل حاجة. شنكار، الشرابات بتاعت المنتخب، أعلام. ده السيركت بتاعهم غير ما بنشوفهم. كريستيانو رونالدو. بوكسرة كريستيانو. اه قريب بيقول لي على فكره احنا ممكن نطبع اسمنا على بدل سي ار 7 مثلا. لا ممكن اعمل ار ام 7 مثلا. ار ام 7؟ انت ار ام 9. 7 ده رقم يا باشا بعد اذنك. طب اكمل هنا. بص يا جماعه الماكيت بتاع رونالدو الصغير ده جامد فشخ. اي طبعا دي كريستيانو، ودي دي ما امضي عليها بجد. دي غالبا انساين باي رونالدو والكاس بتاع اليورو. وبص عاملين سامبل كده للميدالية البرتغال بالظبط. شارك الكابتن انا اختار بتاع كريستيانو بتاعت البرتغال يعني. وهنا رونالدو 7. الستور محترم جدا يا فيرو. بص حتى اللوجو، يعني بص الديتيلز عاملة ازاي. ده دور تاني في حاجات برضو عن المنتخب وحاجات لبس رياضة وحاجات زي كده. لا ده في كل حاجة. ده في كور الهاندبول نفسها والفولي. ده فولي اهو، اوفيشال فولي البرتغال. ودي فكرة الصناعة، يعني دي فكرة الصناعة ان انت بتصنع شيء وبتسوقه وتكسب منه فلوس. يعني ممكن كل الاتحادات مثلا في مصر تعمل حاجة زي كده.
ايه رايك يا فيرو في الفكرة؟ هي يا جماعه تجربه زغنطوطه بس حلوه جدا. انا الحقيقه اشتريت اشتريت البتاع ده عشان معناش وزن يعني في الطياره المره دي بس لا انا اول مره اشوفها بجد ان يبقى الاتحاد الاوفيشال ليه ستور بيبيع في البرودكتس بيبيعوا البرودكتس وبيبيعوا كويس بكواليتي كمان مختلفه يعني ممكن تلاقي ميداليه ب 10 يورو وهي هي معموله ب 8 وهي هي ب 6 فانت بتجيب اللي بيناسبك وعندهم رونالدو الهيرو طبعا والصناعه من كل مكان بنروحه بنحاول نجيب فلوس الحاجات المختلفه واحنا رحنا كذا فان ستور في كل الملاعب اللي احنا رحناها تقريبا دي اول مره فعلا اشوفها المنتخب يعني على فكره رائف انت فاكر ساعه كاس العالم ما عرفناش تيشيرت المنتخب الاوفيشال شكله عامل ازاي لا ده نزل قبل كاس العالم مفيش اسبوعين ومثلا ساعه الامم افريقيا بقى لما غيرنا البوما التيشيرت ده ما كانش موجود كان موجود مضروب بس صح فيعني فحاجه غريبه ان احنا يعني حتى البرودكت ان انت تروح تشتريها اوفيشال من مكانها مش موجوده لا ولاحظت انا عاجبني قوي بس ما اعرفش النقطه دي بس هو فعلا اسعارهم كويسه يعني مش زي الحاجات يعني ومنتي من هنا كاتيجوري يعني بصوا ما هو البتاع ده ما اعرفش بيورو ده بيورو يعني ده كيس 18 جنيه محترم يعني ب 17 جنيه عادي خالص مفيش حاجه بس يعني لا هي هم بيحاولوا يعملوا حاجه من لا شيء بالظبط طبعا هم شيء في الكوره واخدين اليورو وطالعين بكريستيانو السما بس هي دي الاندستري ايه طالعين بكريستيانو السما دي لا يا باشا طبعا حقه يعني معلش دنيا يعني. حبيبي يا عم رائف انت والدنيا والله حاسس ان هم طالعين بحسام عاشور السما يا باشا يعني عاشور برضه قعدنا على راسنا من فوق صاروخ ماديرا يعني برضه يعني احنا في بلد صاروخ ماديرا في بلد الصواريخ ماشي شوفوا فلوج جديد وحلقه جديده شجع كوره من البرتغال. حلوه لشبونه ده ما خفيف والبرتغال اوفر اول اكسبيرينس فيها يعني على الوقت اللي قعدنا فيها مش وحش هادي في الهادي بس بيبيعوا حشيش يا عم يا جدعان الراجل ايه يحترم مصطفى ولا راجل لابس قال لك بس ده هيطلع اليوروهات وماشي وراه يقول له هاش سير هاش سير سير هاش سير هاش انا مش عارف ايه هاش دي بصراحه فطلع ده اي احترام مش دي يا ابني وهاش دي مش دي ولا دي لو فاضل يقول لك تعالى اعمل لك جوب يعني مش حاجه اسمها كده